جامعة الإسلامية جامعة رائدة في التعليم الجامعي في كل الوطن. أنا شخصياً درست في هذه الجامعة أسبوعين، صحيح ما كملتش، لكن أنا بفتخر أني في يوم من الأيام كنت طالب في هذه الجامعة. الجامعة الإسلامية حققت إنجازات وقفزات سريعة، وهذا شيء مشرف ما شاء الله. والله جامعة عريقة متميزة، يعني للأمانة أنا أفتخر إن في الجامعة هاي، وبسيطها يعني واصل مش من هالقيت من زمان. والله أنا يعني كتير كتير مبسوطة بهذا اللقاء، وكتير مبسوطة بالأنشطة اللي بيعملوها في الجامعة. للأمانة يشكروا كل الشكر والتقدير للقائمين على الجامعة والعاملين فيها. إحنا نتمنى من الجامعة أنها تظل مستمرة على هذا النهج، وربنا يوفق الجميع من إدارة ومجالس طلاب ومجالس أمناء